ولهذا كثر الافتراء والبهتان على الناس مما لم يفعلوه ومما لم يقولوه ظلما وعدوانا في المجالس ومع وسائل التواصل لما تنقل رسائل. وإذا سألت أحدهم أين الأدلة القطعية الواضحة قالوا والله إن الناس يقولون هذا. سبحان الله، أنا أحذر مما حذر منه الشرع من الظلم والبهتان والافتراء، فإن من افترى وتناقل الخبر فإنه يحاسب أمام الله. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة السبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة. والله جل وعلا يقول وقد خاب من افترى، فله الخيبة من افترى أو نقل الأخبار افتراء ويكون لسانا وصدا لغيره ما قيل قال، فإنه يدخل في هذا الذم. والله عز وجل قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة كما ذكر البغوي رحمه الله قال هي في كل مفتر إلى يوم القيامة، فإن الله عز وجل يذله في الدنيا. والله عز وجل قال وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، فأنت تسأل أمام الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال كما عند أحمد وأبي داود من حديث حذيفة؟ قال بئس مطية الرجل زعم، يعني يقول الناس يزعمون كذا يقولون كذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المغيرة قال إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال، والكراهية هنا بمعنى التحريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وردغة الخبال هي الطين والوحل الكثير، بل جاء تفسيرها في بعض الأحاديث من أنها عصارة أهل النار مما يخرج من عرقهم ونتنهم. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يحكموا على الناس افتراء وبهتانا أو أنهم يتلقون من غيرهم وإذا بهم يتكلمون في فلان وفي فلان ظلما وعدوانا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال رحمه الله من حكم على أحد، والحكم ليس لك، لكن لو أراد شخص أن يحكم على شخص ممن بيده أن يحكم فقال عليه بالعلم والعدل، لابد أن يكون الإنسان عالما بأن ما وقع فيه فلان وقع 100% وعن عمد، وأن يكون منصفا في الحكم عليه. فلا تكن وسائل التواصل سببا في إهدار حسناتك وتراكم السيئات عليك. وعلى المسلم أن يمسك لسانه، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما أن نطلق ألسنتنا هذا من الخطورة في مكان.